الموضوع اللي بعد كده بناخده من القاهرة 24، وبيكلمنا عن الطالب، طالب الفريسكا إبراهيم عبد الناصر راضي. طبعا خلال الكام يوم اللي فاتت الطالب إبراهيم أو الدكتور إبراهيم اللي استطاع من خلال جهده وتعبه ومن خلال إصراره ومن خلال ذكائه ونبهته أنه يصل لهذه المكانة، يجيب 99%، وبعد كده يلتحق بكلية الطب. الدولة اكتشفت صدفة كده أو قدرا كده أن عندها طالب أبوه شغال بيبيع فريسكا وهو كمان بيساعد أبوه جايب 99%، فتعمل إيه؟ الدولة اللي ما ساعدتش بياع الفريسكا، اللي سابت بياع الفريسكا ده خلال كل السنين دي بيشقى ويتعب عشان يربي ابنه، ولا ساعدت الطالب ده أيام ما كان طالب في ثانوية عامة وفرت له بيئة مناسبة للتعليم والمذاكرة، لا ده كان بيسيب مذاكرته ويطلع عشان يساعد أبوه. الشغل مش عيب أبدا، لكن العيب إن بعد الطالب ده ما ينجح الدولة تسرق النجاح ده وتنسبه ليها. السفاح عبد الفتاح السيسي بيحاول بأي شكل من الأشكال وكل أجهزة الدولة والإعلام المصري خلال الأيام اللي فاتت إزاي يستغل الطالب إبراهيم عبد الناصر راضي في تحسين صورة النظام. آخرهم كان دعوة إبراهيم لحضور مؤتمر شباب، المؤتمر الشباب. عايز بس أقول لك على حاجة، مؤتمر الشباب ده ليه كده يعني وضع خاص وليه حيثية خاصة. لما تبص على الشباب اللي موجودين في المؤتمر اللي المفروض هو بيتكلم عن شباب مصر، لا هتلاقيهم يشبهوك ولا يشبهوني، ولا هتلاقيهم يشبهوا أي حد من معارفي أو معارفك أو صحابي أو صحابك أو قرايبي أو قرايبك. شوية شباب متنقيين على الفرازة، منقيهم الأمن الوطني وابن الوزير فلان وبنت علي عبد العال، مفيش مانع تيجي تقعد جنب عبد الفتاح السيسي عشان عمه، عشان هو عمه السيسي وأبوها ما يزعلش، تيجي بنت علي عبد العال تقعد جنب عبد الفتاح السيسي ومش عارف فلان وابن فلان وابن علان. خلاص كده خدت أبناء الوزراء وأبناء المسؤولين وأبناء الكبار وطلاب الجامعة الأمريكية وأبناء رجل الأعمال الفلاني وأبناء مش عارف السفير الفلاني. تعال بقى أجيب لنا 5 6 من ولاد الشعب الغلبان. ولاد الشعب الغلبان ده مش أي حد كده، ابن شعب غلبان ينسى نفسه يروح يحضر مؤتمر مع الرئيس. أنت فاكرها نهيبة؟ أنت فاكر نفسك الست بتاعت الميكروباص أو الست بتاعت التروسيكل أو بتاعت الفطار هتقابل السيسي في الشارع فتروح تتصور معاه؟ لا يابا، فوق واصحى. ده أنت رايح تقابل السيسي وهتقعد في الفندق في قاعة الاجتماعات على الريد كاربت أو على السجادة الحمراء، فلازم يتم اختيارك بعناية. يختاروا مين بقى من ولاد الشعب الغلبان؟ يختاروا اللي ناجحين قوي واللي الناس علموا مع الناس وعملوا شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي. شاب معاق استطاع انه يحقق رقم قياسي في الجري او في العدو، لا هاتهولي ده عشان نقول احنا اهوت ايه بنجيب مش عارف ايه. بنت عندها مشكلة في النطق او طفل عنده مصاب بمرض معين او واحد مش عارف ايه. اخيرا الشاب ابن بياع الفريسكا قرر عبد الفتاح السيسي يستضيفه في مؤتمر الشباب. عايز أقول كلمة أخيرة للسيسي وكل واحد بيتاجر بشباب مصر. اللي بتشوفوهم في مؤتمرات الشباب مش دول شبابنا، ولا دول الشباب المصري، لا دول شبهنا ولا زينا ولا بيعبروا عننا. عايز تشوف الشباب المصري، روح بص عليهم قاعدين على القهاوي مش لاقيين شغلانة ومش لاقيين حاجة يعملوها بسبب البطالة. عايز تشوف الشباب المصري حقيقي حقيقي، روح شوفهم في طوابير قدام سفارات الدول الأجنبية بيحاولوا يجيبوا تأشيرة عشان يطلعوا بره البلد يعيشوا في بلد تحافظ على كرامتهم. عايز تشوف شباب مصر الشباب الحقيقي، هتلاقيهم حاجزين في رحلة من رحلات الموت، يعرضوا نفسهم للموت عشان يهربوا بجلدهم من بلد سيادة اللواء، أو ممكن يتقتلوا على الحدود ما بين مصر والسودان أو يموتوا في الصحراء ما بين مصر وليبيا. عايز بقى تشوف مؤتمر شباب مصر الحقيقي، هتلاقيه في الإقسام، هتلاقيه في الحجز، هتلاقيه في قاعات المحاكم كل يوم، هتلاقيه جوه المعتقلات
مش عايز اقول لك هتلاقيهم في القبور خلال كام سنه قتلهم عبد الفتاح السيسي. هو ده الشباب المصري، هو ده الشباب المصري، قاعد على الكباري وقاعد على القهاوي وقدام السفارات ومش لاقي ياكل، وبيحاول يفكر ازاي هيتجوز وازاي هيعيش وازاي هيكمل يومه وازاي هيشتغل. مش هم اللي بيجيبهم السيسي ويحتفل بيهم ويرقص معاهم ويقولوا كلمات ويسقفوا كأنهم عايشين في فيينا؟ مش دول المصريين؟ اصحى وفوق، ما عادش بنصدق. لا المواطن عاد بيصدق، ولا الشباب عاد بيصدقوا، ولا الكبار عاد بيصدقوا. انت فاكر لما تاخد ابن بتاع الفريسكا تقعده جنبك في مؤتمر الشباب احنا كده هنقول خلاص انت راعي الشباب وانت بتحافظ على الشباب وانت اللي وفرت له بيئه؟ انت ما عرفتهوش غير لما الناس اتكلمت عنه، غير بعد ما نجح. ويا عالم بعد كل اللي بتعمله معاه ده هيفضل ناجح ولا لا؟ الولد بتاع الفريسكا اللي لما كان فقير وكان معدوم جاب 99%، النهارده تركي آل شيخ كمان بينط على نجاحه ومديله 300,000 جنيه و 15,000 جنيه مرتب لابوه. مش عارف مين تاني اداله هديه عربيه هيونداي، مش عارف مين تاني اداله هديه عجله، ومين تالت اداله هديه كوبونات مش عارف ايه، ومين رابع اداله هديه تسوق والسيسي هياخده في مؤتمر الشباب. طيب وملايين الشباب المصري اللي مش لاقي ياكل مين يدور عليه؟ ملايين والاف الشباب المصري اللي مش عارف يشتغل او مش عارف يتعلم عشان ما معهوش فلوس يتعلم مين يدور عليه؟ كلكم فاكرين وكلكم شايفين وكلكم مهتمين بابن بتاع الفريسكا. طب وابن العجلاتي وابن الميكانيكي وابن الفلاح وابن بتاع السمك وابن البياع وابن العامل في المصنع وابن السواق وابن سواق القطر مين يهتم بيهم؟ محدش يتكلم عنهم، محدش شافهم، محدش عرفهم، محدش علم بيهم.